أقيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنستكمل محاضرة رقم 2 في الأساسات بإذن الله. وإحنا كنا توقفنا المحاضرة اللي فاتت إن إحنا كنا بنصنف التربة حسب قدرة التحمل، حسب قدرة تحمل هذه التربة، لأن الموضوع ده مهم علشان المهندس يقدر يحكم على نوع الأساس اللي ممكن يستخدمه طبقا لانواع التربه المختلفه. عموما القشره الارضيه يعني التدرج اللي بيحصل فيه الطبقات ما بيتغيرش كتير من دوله لدوله ومن مكان لمكان، لان جيولوجيه الارض تقريبا يعني لها ايتمز ثابته، الا في بعض الاماكن اللي بنعتبرها اماكن شاذه. فلما بنقول في تصنيف انواع التربه او الطبقات الارض الرمليه اللي بنلاقيه في مصر، بنلاقيه في السعودية، بنلاقيه في لبنان، بنلاقيه في العراق، بنلاقيه في فلسطين، فيعني ممكن جدا الايتمز اللي احنا بنتكلم فيها او بعض التعريفات اللي احنا بنتكلم فيها نلاقيها موجودة ودارجة بمعظم الدول العربية. وقفنا في المحاضرة اللي فاتت ان احنا كنا بنقسم الرمل او نوعيات التربة اللي بيبقى فيها الرمل الى انواع طبقا للتحمل بتاعها، وذكرنا الرمل المتدرج اللي هو الرمل الكثيف بوضعه الطبيعي، وده بيكون مختلط بالزلط، وعرفنا مقاومه الاختراق بتاعته وقدره التحمل بتاعته بنقول انها كبيره والهبوط بتاعه بيبقى قليل. ودخلنا على النوع الثاني اللي هو الرمل الكثيف في حالته الطبيعيه ومنتظم الحبيبات، لكن مش مضاف له بقى ايه زلط. يعني هنا حضراتكم احنا شرحنا المحاضره اللي فاتت نوعين: رمل قليل الكثافه مختلط بزلط، رمل متدرج الحبيبات بطبيعته ومختلط بزلط. هناخد نفس النوعين دول ولكن بدون تربه زلطيه او بدون وجود الزلط فيها، فبنجد فيها برضو نوعين: عنده رمل كثيف في حالته الطبيعيه لكن ده بدون الزلط، مقاومة الاختراق بتاعته بتبقى ما بين المتوسطة والعالية. يعني لو احنا لاحظنا هنا مقاومة الاختراق اللي هي عالية، هنا مقاومة الاختراق بتاعتي بتبقى في القليل الكثافة بتبقى أقل من المتدرج المختلط الكثافة، وده بيبقى مقاومة الاختراق فيه متوسطة اللي هو هنا اللي هو الرمل قليل الكثافة المختلط بزلط، ده بتبقى متوسطة أو يمكن تكون أقل كمان من المتوسطة. كلمة متوسطة وكلمة عالية الكلام ده احنا هنشرحه بالتفصيل علشان احكم ازاي ان دي قدره عاليه على التحمل، احكم ازاي دي قدره بسيطه على التحمل، وده من خلال بعض الاختبارات اللي بتتم على التربة. هنتكلم على الرمل الكثيف في حالته الطبيعيه منتظم الحبيبات لكن بدون الزلط. مقاومه الاختراق اكيد هتبقى محصوره ما بين القيمتين دول، ما بين المتوسطه وما بين العاليه. قدره التحمل بتاعها بيبقى متوسط والهبوط بتاعها بيبقى بسيط. اهم حاجه عندي ان انا ما اعملش خلخله في التربه اثناء سحب المياه الجوفيه ان وجدت. يعني هنا لما انا كاتب كده شرط عدم تخلخل التربه، المقصود بيها ان عمليه سحب المياه اللي موجوده في التربه او المياه الجوفيه اللي موجوده في التربه ما يحصلهاش سحب سريع، لازم يكون سحب متدرج وسحب بطيء ويتواءم مع الاحمال اللي بتيجي على المنش. كثافة هذا النوع من التربة من 1.6 إلى 1.75 طن على المتر مكعب، زاوية الاحتكاك الداخلي اللي هي فاي بتتراوح من 35 درجة إلى 40 درجة. موضوع زاوية الاحتكاك هنشرحه بالتفصيل، وإمتى لما يكون عندي سي فاي بتساوي زاوية معينة أو قيمة معينة أحكم إزاي على التربة. يعني أنا النهاردة لو قلت مثلا سي إن أنا جالي تقرير بيقول لي فيها إن الفاي بتساوي 40 درجة، نلاحظ كده حضراتكم الـ 40 درجة موجودة هنا، ال 40 درجة موجودة هنا كحد أقصى، موجودة هنا كحد أقصى، هحكم إزاي؟ هحكم إزاي على نوع التربة اللي عندي أو نوع الرمل بقى اللي عندي؟ لأن أنا كده طالما قلت فاي أو قلت زاوية احتكاك داخلي يبقى أنا بتكلم على التربة الرملية أو التربة الزلطية أو التربة الخليط بينهم. عندي رمل قليل الكثافة في حالته الطبيعية وده برضه بدون زلط، وده بيناظر هذا النوع اللي هو رمل قليل الكثافة المختلط بزلط. هنا لو شلنا منه الزلط هتبقى مقاومة الاختراق بتاعته ضئيلة جدا، قدرة تحمل التربة بتاعته بتبقى ضعيفة، الهبوط بتاعه بيبقى عالي، وبالتالي الكود المصري ما بيسمحش بتأسيس قواعد منفصلة على هذا النوع. وده زاوية الاحتكاك الداخلي بتاعته من 30 ل 32 درجة، وكثافة التربة فيه من 145 من 41 من 100 إلى 1.6 طن على المتر المكعب. يعني لو أنا جات لي الكثافة
بتاعه التربه نتيجه الاختبارات اللي اتعملت في السويل او من استشاري السويل، ولقيت ان كثافه التربه بتاعه الرمليه تتراوح من 145 الى 160، يبقى كير انا ما استعملش قواعد منفصله، انا بيناسبني اللبش. هنا يعني احنا بنحاول نلقي الضوء على النوعيات المناسبه للتربة عشان المهندس يختار، يقول والله انا هشتغل هنا النوع الفلاني من الاساسات، بيختاروا على اساس علمي، بيختاروا طبقا لتوجيهات الكود والتجارب المعملية، وبالتالي اختياراته يعني بيبقى اقرب ما يكون الى الصح. وانا بقول اقرب ما يكون الى الصح ليه؟ لان مفيش حاجة في علم الهندسة اسمها الصح المطلق، او بنقول الحلول المطلقة، ان ده حل ايديال او امثل. كل شيء في علم الهندسة قابل للنقاش، قابل للتفاوض نتيجة التجارب المعملية اللي بتتعامل عليه. يبقى احنا كده عرفنا الرمل قليل الكثافة، وعرفنا كثافته من كام لكام، عرفنا زاوية الاحتجاج بتاعه. طيب ان خرجت التربة الرملية من هذا الحيز وكانت الكثافة، لان يا جماعة كل ما الكثافة دي بتاعت التربة بتزيد، كل ما قدرتها بتزيد على تحمل الأحمال. نراجع كده بس، نعمل مقارنة صغيرة علشان يبقى مش بنقرا الكلام وخلاص. لا، هنا حضراتكم في هذا النوع اللي هو بيعمل لي مقاومه اختراق عاليه، بيعمل لي قدره تحمل كبيره، وبيديني هبوط قليل. بص كده على الكثافه بتاعته، نلاقيها من 175 ل 190. لو نزلنا لتحت شويه نلاقيها قلت، بقت من 160 ل 175. لو نزلنا لدرجه اقل هنلاقيها بدات تقل. اذا كثافه التربه مهمه جدا بالنسبه لي، يعني او الرقم بتاعها بيديني دلاله على قدره تحمل التربه. ان كثافه التربه قلت عن 145، يعني ممكن انا جدا يكون عندي تربه اوتوماتيك موجوده، وانا هاسس عليها باللبشه كده، يبقى انا ما خالفتش الكود في شيء. انما افترض ان الكثافه بتاعت التربه اقل من 145، لو اقل من 145 انا بعمل دمك للتربه، بعمل دمك للتربه بحيث ان اوصل الكثافه بتاعتها ل 1.45% علشان اقدر اسس عليها. وان حضراتكم انا كاتب دي هنا حضراتكم ملحوظه، ان انا الكثافه بتاعتي قلت عن كذا، انا بدمج هذا النوع وباسس عليه بالنوع اللبش. طيب ممكن ادمج ال 100، لو انا عندي اقل من 145 وقدرت ادمج التربه عشان اوصل مثلا سي ل 160، او ما بين ال 160، يعني ما بين ال 160 و 175، يبقى انا اعمل قواعد ايزوليتد، خلاص ما انا طلعت من الرينج الخطر، طلعت من الرينج الايه الخطر. يبقى انا لو قدرت ازود كثافه التربه في الطبيعه لهذه القيم اقدر انفذ القواعد المنفصله. يعني انا عندي ارض، الارض دي هعمل عليها بيت صغير، يعني دور دورين ثلاثه، ولقيت كثافه التربه 145، مش لوجيك ابدا ان اقول لصاحب البيت والله يا ريس ده ما اقدرش اعمل لك قواعد منفصله لان كثافه التربه تساوي كذا. الراجل هيبص لي وهيستغرب وهيجري على مهندس تاني على طول. يبقى انا لو لقيت الارض بتاعتي، معلش انا بقول لكم الحاجات اللي هي بتبقى في السوق وبتصادفنا يعني، فطبعا مش كل يعني اساس علمي ولفظ علمي انا هعرفه للعميل بتاعي، لان انا ممكن يكون العميل بتاعي استاذ جامعه، ممكن يكون استاذ يعني على درجة عالية من الثقافة ويفهم معنى العلم، وفي واحد تاني عفوا بيبقى طلع ومعاه فلوس، فالراجل عايز يعمل بيت حلو عشان يقول له السيد فلان الفلاني عامل فيلا. فالنوعيات دي كتير في المجتمع، فأنا ما أقدرش أقعد معهم وأقول لهم والله ده أنا عندي ثلاث أدوار وهعمل لك لبشة، هتبص تلاقيه سابني وجري. واخدين بال حضراتكم؟ فانا اوصل بالكثافه للي انا عايزه، يبقى انا اقول له ايه مثلا؟ اقول له والله لا ده انت عندك التربه بتاعتك من النوع السيء، عايزين ندمجها الاول، نعمل لها دمج ونعمل عليها اختبار عشان نضمن ان الكثافه بتاعتها عاليه عشان اوفر لك في الاساسات. كلمه عشان اوفر لك دي يا فلان بتلاقي اثر طيب جدا جدا عند العميل. عموما يبقى انا ان الكثافه بتاعتي قلت، انا بدمك النوع ده من التربه عشان اوصل لاعلى كثافه ممكنه، اعلى كثافه عشان ابدا اسس بالقواعد المنعزله او اللبش. طبعا بنقول قواعد منعزله او لبش، يعني لو قدرت اوصل بالكثافه دي من 145 ل 150 او ل 155، اقل من 1.6 لا يبقى مش هقدر اسس غير باللبشه طبقا للي احنا ايه قلناه. انما امتى هصمم قواعد منفصله او لبشه؟ يبقى انا ليا حريه الاختيار ما بينهم، ان قدرت اوصل بالكثافه الى ما هو اعلى من 1.6 طن على المتر المكعب. كلمه الكثافه هنا حضراتكم اللي احنا بنتكلم عليها، طبعا احنا عارفين كلنا ان انا عندي الكثافه اللي بنديها رمز جاما، او الكود دايما بيديها رمز الجاما.
ده عبارة عن وزن على حجم، يعني وزن التربة على حجم التربة، هو ده مفهوم كلمة الجاما. وبالتالي إن الجاما ممكن يكون عند الوزن رطب فتبقى الجاما هنا ويتد أو رطبة، وممكن تكون دراي فتبقى الجاما هنا دراي. المقصود بكلمة الكثافة هنا هي الجاما دراي، ودي اللي بيطلعها لي اختبارات التربة، الجاما دراي. الكود المصري حطينا جدول استرشادي، هذا الجدول بيديني مؤشر لكثافة التربة باستخدام تجارب أو تجربة الاختراق القياسي الديناميكي. قبل ما استعرض هذا الجدول، لأن ده من الاختبارات المهمة ومن الاختبارات الشائعة الاستعمال والكثيرة الاستعمال، ومش عايزين نقول إن هي يعني لها نقول ايه في السوق، او لانه اختبار سهل، اختبار غير مكلف وبيديني مؤشر لنوع التربة، هو اختبار الاختراق القياسي الديناميكي. فانا هتعرض الى شرح مفهوم هذا الاختبار علشان لما ابقى اقرا قيم زي دي ابقى فاهم يعني ايه عدد الدقات 4، يعني ايه الكلام ده اللي قدامي ده افهمه. فانا لازم اعرف ما هي تجربه الاختبار القياسي، وانا مش هشرح التجربه كتجربه، انما هدي مؤشر وهدي فكره عن هذه التجربه. مقاومه او تجربه الاختبار القياسي اللي هي اسمها ستاندرد بنتريشن تيست، وكل الزملاء من اول اولى مدني لحد ما اتخرجنا ولحد ما اشتغلنا عارفين هذه التجربة. وهذا الاختبار شهير جدا، واختبار بيتعمل عند منسوب التأسيس. عند منسوب التأسيس يعني سي ان انا عندي قطعة ارض، الارض ده هو ده سطح الارض الطبيعية بتاعي، وانا هعمل حفر بالمنظر ده، هعمل حفر بالمنظر ده وهوصل لهذا المنسوب، وهو المنسوب ده هو منسوب الايه التأسيس. فالتجربه بتتعمل عند فين؟ عند منسوب التأسيس. التجربه بتاعتي بتتعمل ما بتتعملش على سطح الارض. انا بقول ان انا مثلا سي هعمل حفر مبدئي في التربه 2 متر او متر ونص، متر 75، 2 وربع، 2 ونص. بالمناسبه يا جماعه برضو عشان دي حاجات فيلد، حاجات مواقع، لو قلنا مثلا انا رحت الارض دي حضراتكم انا عايز اعمل تجربة اختبار قياسي عليها، ما اخشش انا عفوا ايه عشان برضو المهندس كل كلمة محسوب عليه، ما اخشش الموقع اقول له فلان، يقول لي نعم، اقول له هات لي حفار وشيل 2 متر من الارض. هبص الاقي صاحب الارض راح جاي منطور يقول لي يعني ايه 2 متر من الارض؟ لا ده كتير، ده انا جاري اللي جنبي ده حفر متر و10، جاري اللي جنبي ده حفر متر بس وشغال. فانا برضو اكون يعني وانا واقف في الموقع قاري الدنيا اللي حواليا، ابقى عارف ازاي الكلمه طالعه امتى، هقولها ازاي، ومدى استقبال هذا الشخص اللي هو صاحب الملك او صاحب الارض هيستقبلها ازاي، لان هو اللي بيدفع الفلوس. فانا ما اخشش اتكلم بطريقه يعني انا هو الكلام صح، اما اقول له احفر 2 متر انا صح، انما اقوله بالطريقه اللي تناسب فهم العميل اللي معايا. لو معايا عميل، هذا العميل على قدر من الثقافة، على قدر من العلم، أقدر أكلمه وأجادله ونتناقش مع بعضين. إنما عندي واحد عفوا ما مش دريان في الدنيا غير بالتجارة، وباع شوية قطن كسب فيهم، باع شوية غلة كسب فيهم، ده صعب جدا إن أنا أتفاهم معاه. فأقوم أعمل إيه؟ أو أنا داخل الموقع أقوم جايب رئيس العمال، يا فلان، يقول لي نعم، أقول له والله الأرض دي أنا شاكك إنها تكون أرض ضعيفة، هنعمل لها اختبار صغير. شوفوا كلام حضر يعني بسلسل كده الكلام. فمبدئيا اعمل لي جسات حوالين البيت، يعني انا مثلا عندي حته ارض، انا عندي هنا بيت مبني وعندي هنا بيت مبني، حوالي يا مبني سي وجهتي بس الفاضيه، يبقى انا عندي ثلاث اماكن. هقول له خد لي جس جنب البيت اللي في ظهري، وجس هنا وجس هنا، وشوف للراجل ده مؤسس على كام، وده مؤسس على كام، وده انا بقول له جس، بقول له ايه جس، يبقى انا عرفت ان ده مثلا سي الراجل ده حفر على متر 10، الراجل ده حفر مثلا سي على متر 30، ده حفر على متر ونص. عفوا، يبقى انا اقول له ايه، تعال لي على اوطى بيت اللي هو لو ابو متر ونص ده، واكشف لي التربه حواليه مساحه صغيره، اكشف لي يعني مش احفر لي الارض، مش احفر لي الارض، لا تعال لي جنب البيت ده كده وخد لي حفر وليكن 2 متر في 2 متر، وانزل لي بالعمق بيه لحد هنا عشان اعمل التجارب بتاعتي. يبقى انا كده الراجل حتى العميل اللي واقف يعرف ان انا مقدر اللي بقوله، دريان باللي بقوله.
خلاص يبقى احنا كده حفرنا الارض دي او حفرت جزء من الارض عشان اخد عليه الجثه، وهاجي على القاع اللي انا هقف عنده، هقف عنده واقول والله انا هعمل هذا الاختبار. عايزين نقول برضو نقطه تانية، انا جيت حفرت هنا سي متر ونص، وانا واقف، وانا واقف ابص على الجنب بتاع الحفر ده اللي انا اتكشف قدامي، وبعين المجرده اشوف تسلسل الطبقات، اشوف تسلسل الطبقات، يعني ممكن جدا الاقي طبقه سطحيه مثلا هنا الاقي فيها ورق، والاقي فيها جذوع شجر، والاقي فيها مش عارف ايه، الكلام ده كله ببص عليه اشوف عشان اعرف هل هي دي التربه السليمه ولا لا. خلاص يبقى انا عندي شويه اللي شفتهم فوق دول مش كويسين، اللي هم الطبقه القشريه دي نص متر، متر، متر ونص، ايا كان قيمتها، يبقى انا دي خلاص دي نجلكت بالنسبه لي، وننساها، ننساها خالص من حساباتنا. الجزء ده هيتحفر، هيتحفر سواء اردنا ام لم نرد، هو الجزء ده هيتحفر. طيب لقيت انا الجزء اللي نزلت فيه مثلا سي متر، متر متجانس، متجانس يعني طبقه واحده، ما فيش يعني ما فيش حاجات شاذة داخل جنب الحفر، اوقف الحفر بتاعي اقول له هعمل الاختبار في هذا المكان. انا عندي جايد انا عامله على كامل المنشأ، علشان انا قبل كده اخدت جثة عميقة، وهذه الجثة بتختلف باختلاف اهمية المنشأ، وهنقول موضوع الجثات، انما انا دلوقتي بتكلم على الستاندرد بنتريشن تيست، وبقول ازاي اعمله في المباني الضحلة اللي انا هستعمل فيها اساسات ضحلة. أرجو أن أكون قدرت أوضح هذا الجانب. نرجع للتجربة، تجربة الاختيار الديناميكي هي عبارة عن ماسورة جماعية، يعني لو حبيت حتى نرسمها، بتبقى في ماسورة، الماسورة دي بندخل جواها معلقة، المعلقة دي قياسية ولها أبعاد ستاندرد قياسية، ودي موجودة في الكود المصري للأساسات. إن حد حب يطلع على الاختبارات بتاعة الفيلد يستزيد ويعرف مقاسات هذه المعلقة، اللي بيحصل ان انا بخش على هذه الماسوره وبجيب منداله، منداله ولها وزن محدد في الكود 62.5 كيلو جرام، وبنزل بضرب الماسوره دي بالمنداله وبسيبها من ارتفاع محدد مقداره 76 سم سقوط حر. منداله وزنها 62 كيلو ونص بتسقط سقوط حر من ارتفاع 76 سم بالظبط على الماسوره لحد ما الماسوره تخترق الارض بمقدار 30 سم، تخترق الارض بمقدار 30 سم فقط. يعني سين انا يبقى انا هنزل ان انا هخترق الارض دي او الماسوره بتاعتي هتخش الارض بمقدار 30 سم. بوقف الاختبار وبشوف عدد الدقات، عدد الدقات اللازمه لاختراق الماسوره بتاعتي 30 سم في الارض. هي النقطه دي اللي هي عدد الدقات اللي هي ان، هي مقاومه الاسطوانه اللي حصلت عشان تنزل في الارض ال 30 سم، وهي دي اللي عملوا عليها الجداول اللي بنحكم منها على طبيعه التربه اللي موجوده تحت. المعلقه القياسيه دي اختبار مهم، او الستاندرد بنتريشن تيست مهم، لان برضو ممكن جدا بالمعلقه اللي انا منزلها اطلع عينات كمان من التربه على عمق 30 سم، يعني اقدر اطلع كمان عينات والعينات دي تخضع للاختبارات. انا بس بألقي الضوء على موضوع الستاندرد بنتريشن تيست. هنا حضراتكم انا كتبت برضو الكلمتين البساط اللي انا كلمت فيهم دلوقتي، وباختصار شديد قلنا ان عدد الدقات اللازمه لاختراق مقداره 30 سم هو ده اللي اسمه مقاومه الاختراق، وهو ده اللي بحكم بيه على طبيعه التربه. هذا الاختبار بيقدر يحدد لي، بيقدر يحدد لي الاتي، هستفيد منه في الاتي. لو انا عندي تربه رمليه، لو انا عندي تربه رمليه زي اللي احنا كنا بندردش فيها من شويه، هقدر احدد الكثافه واقدر اصنف التربه، اصنف التربه والله دي تربه كويسه، دي تربه سايبه، دي تربه متوسطه، دي تربه كثيفه، طبقا لعدد الدقات، او طبقا ليه يبقى انا ممكن اكتب عدد الدقات سي لها اسمها ان مثلا، وافتح قوس كده جنبها واقول لكم اسمها ايه، مقاومه الاختراق. يبقى عدد الدقات او مقاومه الاختراق هي دي اللي بقدر احدد بيها كثافه التربه الايه الرمليه. مش بس كده، هذا الاختبار ممكن احدد منه الضغط الحر، واحدد منه الكوهيجن، او بحدد منه تصنيف التربه الطينيه، يعني بيفيدني فيه حاجتين، ودي بتيجي منه اهميه هذا الاختبار، وهتطلع مع حضراتكم على بعض الجداول. هنا حضراتكم لو انا استخدمت اربع دقات علشان انزل، يبقى خلاص انا عرفت الاختبار او فهمته، يبقى عشان انزل 30 سم لو لحد اربع، يعني اقل من اربع، مش يعني انا عايز اقول دي اخليها ايه،
اقل من 4، لان دي لو من او لا هي صح حتى 4، دي اللي اكثر منه حتى 4، يعني لحد 4 دقات، يعني لو ضربت 4 دقات نزلت ال 30 سنتي بصنف الرمل هنا على انه رمل سائب جدا، رمل سائب. الرمل السائب ده ممكن تلاقيه حضراتكم هنا اللي هو فيه الرمل او نوعيات قليله الكثافه، ويمكن يكون ادنى مرحله من ده كمان، ممكن يكون ادنى مرحله. هعرفه منين؟ هعرفه من كلمه الكثافه او من تحديد الكثافه وتحديد الفاي. يبقى انا عندي لحد 4 رمل سائب، اكتر من 4 يعني لو الرقم 4 باخده مع الرمل السائب، اكبر من 4 لحد 10 بنسميه رمل سايب، اسف الاولانيه رمل سايب جدا، يعني رمل فيري لوس. يعني حضراتكم من 10 او اكتر من 10 لحد 30 بسميه رمل متوسط، من 30 ل 50 بسميه رمل كثيف، اكتر من 50 بسميه كثيف جدا. هم دول النوعين المستحبين ليا علشان اسس عليهم، ويا بخته اللي يلاقيهم. يبقى كده حضراتكم انا قدرت من خلال هذا الجدول او من عدد الدقات المعينه دي قدرت اصنف التربه، بعرف نوع التربه اللي انا بشتغل عليه. طيب تعالوا نشوف اللي هي حضراتكم، انا خدت بس الشكل ده اهو اللي هو الجدول المبسط ده اللي انا عامله بعد ما عرفنا ايه هو الاختبار، حطيناه في الصوره اشيك شويه، وقلنا عدد الدقات او مقاومه الاختراق اللي هي اسمها ان، هنا حضراتكم اقدر اعرف زاويه الاحتكاك الداخلي للتربه اللي اسمها فاي، انا بدات هنا احط الفاي، وهنا صنفت التربه، او بمعنى اخر قدرت اعرف قيمه الكثافه النسبيه للتربه، ولكن في الحاله ايه؟ الدراي، في الحاله الدراي. لو لقينا قيمه الاختراق اقل من 4 يبقى انا عندي الفاي بتاعه التربه، يبقى هنا حضراتكم من عدد الدقات انا قدرت احدد الفاي بتاع التربه. الفاي بتاع التربة 29، ودي التربة اللي هي ايه؟ مفككة جدا. طب ده 29، طب ده انا عندي لو نفتكر بس واحنا بنصنف كده، يا ريت يعني اما ابعت الورق ده لحضراتكم نربط الورق ببعضه، يعني انا مش مجرد ان انا اقرا وامشي، لا انا اربط الكلام ببعضه. يعني ايه فاي 29 دي؟ يعني اصنفها فين ال 29؟ لما احنا هنا وقفنا في التقسيم بتاعنا قلنا ده احنا عندنا بصوا زاويه الاحتكاك من كام؟ من 30 ل 32، ومن 30 ل 32 ممنوع كمان ناسس عليها بايه؟ بقواعد منفصل. طب اللي لقيت الفاي ب 29، هنا حضراتكم اللي بنعمل فيها عمليه الاحلال للتربه، بشيل من التربه وبرجع احط تربه احلال، وهنعرف مواصفات تربه الاحلال والتجارب اللي بتجرى عليها والكثافه المطلوبه منها. يبقى اقل من 4 ان الماسوره بتاعتي نزلت اكتر من، اسف، نزلت 30 سنتي مش اكتر من 30، ده 30 ده رقم محدد، نزلت 30 سنتي، عدد الدقات اللي استعملت اقل من 4، يبقى انا عندي الفاي بتاعه التربه دي هي 29، وبالتالي التربه دي هتحتاج احلال، ودي تربه مفككه جدا او سائبه جدا زي ما كنت معرفها فوق. من 4 ل 10 الفاي بتاعتي بتبقى من 29 ل 30، ودي تربه مفككه يتعمل لها احلال، يعني نوعين. من 10 ل 30 هي من 30 ل 36 الفاي، وهي متوسطه الكثافه اسس عليها بلبشه او ارفع الكثافه بتاعتها علشان اخد الفاي من 36 ل 41 واقدر اسس قواعد منفصله او لبشه. ارجو ان انا اكون قدرت اوضح ازاي بحكم على دي، وازاي بحكم من قيمه الفاي على تصنيف التربه. وعلشان كده للمعلومات المهمه اللي انا بحكي فيها النهارده انا حبيت ان ابدا تصميم الاساسات بان افهم انا بحط الاساس على ايه. ما هو ما يصحش ان انا اصمم الاساس وانا مش فاهم انا بحط الاساس على ايه. ما يصحش ان انا اقول مثلا لما نيجي مثلا في البرامج بتاعت الساب او السيف او الاخر اللي بنصمم فيها الاساسات ما احطش اللي ايه السب جريد مودلس، لما اجي احطه انا مش فاهم انا بحطه ليه، انا مش فاهم الرقم ده جاي منين. كلنا عرفنا او بعض الاخوه الافاضل وضحوا لنا كلام جميل ومحترم في تعيين معامل رد فعل التربه، لكن معامل رد فعل التربه بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على قيمه الايه؟ قيمه الهبوط. وبالتالي كده نقول بقى الاستفاده بتاعت هذا الاختبار في النوعيات التربه الطينيه. يبقى احنا كده استفدنا باختبار اللي هو ستاندرد بنتريشن تيست، استفدنا بيه في تصنيف التربه الرمليه. من احد فوائد هذا الاختبار هو تصنيف التربه ايضا الطينية، تصنيف التربة، لأنه بنقدر من خلاله بنحدد اللي هو قيمة الضغط الحر
قيمة الضغط الحر، وبالتالي بنقدر نحدد منها التماسك. يعني احنا في هذا الاختبار بنقدر نحدد قيمة الضغط الحر للعينة من الأرض الطينية، وبالتالي بنقدر نحدد قيمة التماسك للتربة الطينية، وهي بتساوي قيمة الضغط الحر مقسوم على 2، يعني سي بتساوي كيو مقسوم على 2، الضغط الحر مقسوم على 2. فبرضه بنقول فيها ان لو التربة عندي تربة طينية مش تربة رملية، يعني الجزء ده خاص بالتربة الرملية، الجزء الجدول التاني اللي تحت ده خاص بالتربة الطينية، وحطينا في أول خاناته عدد الدقات اللي هي معناها مقاومة الاختراق وبنديها رمز ان. ان كانت أقل من 2 بيبقى أنا عندي قيمة الضغط الحر أقل، الضغط الحر هنا محسوب بكيلو جرام على سنتيمتر مربع، اقل من 25%، والطين هنا بيبقى طين لين. ونقدر نحسب طبعا قيمة السي بتاعة الطين انها بتساوي 0.25 مقسوم على 2. لو عدد الدقات من 2 ل 4، من 2 ل 4، يعني لو عدد الدقات 2 بتتصنف تبع الرقم 2 هنا، تصنف في هذا الجزء لو قيمة 2، يعني الجزء الاولاني ده اقل من 2. من 2 ل 4 يعني اذا كانت بتساوي 2 واكبر من 2 لحد 4، يعني اقل من 4 بحاجه بسيطه، بيبقى انا عندي قيمه الضغط الحر من 25% الى 5/10، وده بيبقى طين لين، وبالتالي السي بتاعته بتتراوح من 25 ل 12.5 او 0.125. لو عدد الدقات من 4 ل 10 بيبقى انا عندي قيمه الضغط الحر من 5/10 حتى 1، وده بيبقى طين متوسط التماسك، يعني السي بتاعته بتبقى من 25% لنص، ده اسمه متوسط التماسك. الطين المتماسك بيبقى السي بتاعته من نص لواحد، ده بنسميه طين متماسك، وده بياخد مني عدد دقات اما 10 او 11 او 12 او 13 او 14. نبص على الطين شديد التماسك بيبدأ من 15 حتى 30، ما أزيد من 30 بيبقى أنا عندي قيمة الضغط الحر بتاعته 4، وبالتالي السي بتاعته بيكون أكبر من 2، وده بيبقى طين جامد أو صلد. وعلى فكرة الطين الجامد أو صلد ده ممكن يوصل لتربة صخرية، لأن إحنا أصل كل الصخور اللي موجودة في الأرض هو الطين. الطين لما بيترفع عليه درجات الحرارة أو بيتعرض لعوامل جيولوجية معينة ممكن جدا يتحول إلى صخر. يبقى نقدر من خلال هذا الاختبار الهام جدا ان احنا نصنف التربة الرملية ونشوف الفاي بتاعتها، ونصنف التربة الطينية ونعرف الفاي بتاعتها، وعلى اساس الكثافة الدراي بتاعته بعرف نوع التربة، ومنها اقدر احدد نوع الاساسات. وكل نوع من انواع هذه التربة هنشرح ما هي انسب اساسات لكل نوع ولكل طبقة باذن الله تعالى. حضراتكم فيه كان ملحوظة بالنسبة لنا، إذا كانت التربة اللي هي موجودة بالموقع تربة رملية فقط، تربة رملية فقط، ممكن نعتمد على هذا الاختبار اللي هو ستاندرد بنتريشن تيست في ان احنا نحدد الجهد الصافي. اذا كان نوع الاساسات المستخدم هيبقى اساسات ضحله، هيبقى من نوع الاساسات الضحله، يبقى انا عندي اذا كانت التربه او طبقات الارض بتاعتي كلها تربه رمليه، بنستخدم هذا الاختبار في تحديد الجهد الصافي للتربه، وهنعرف ازاي بنحسبه. والهبوط المسموح به هو 2.5 سم، ولكل نوع من الطبقات ولكل نوع من الأساسات هنقول لحضراتكم ما هو الهبوط المسموح به والهبوط الغير مسموح به، اللي هو في النهاية خالص احنا بنستعمله في البرامج الإنشائية المختلفة في عملية التصميم وتحديد معامل التربة. كده حضراتكم احنا عرفنا ما هو اختبار الستاندرد بنتريشن تيست، عرفنا استعمالاته بالنسبة للتربة الرملية وازاي اطلع من نتائجه تصنيف التربه، عرفنا استعمالاته للتربه الطينيه وازاي اطلع تصنيف التربه. هيعود بينا الامر مره اخرى ان احنا كنا بنتكلم عن تصنيف التربه الغير متماسكه والمتماسكه من حيث تحمل الاحمال المؤثره. اتكلمنا عن الرمل في 4 جزئيات ليه: رمل متدرج مع زلط، رمل قليل كثافه مع زلط، رمل كثيف حالته الطبيعيه بدون زلط، ورمل كثيف حالته الطبيعيه بدون زلط. واتكلمنا عن الجزئيه دي. نوع اخر من التربه وهو التربه الطينيه، التربه الطينيه او بمعنى اخر نسميها التربه المتماسكه. يبقى كل ما مضى اللي احنا اتكلمنا عليه بالنسبه للتربه الرمليه، ال4 اصناف اللي احنا اتكلمنا فيهم دول، هي دي تربه مفككه او تربه غير متماسكه. انما التربه المتماسكه
هي اللي هنبدأ إن شاء الله نتكلم فيها. وإحنا كده برضو عرفنا بالمرة إزاي أصنف الطين أو إزاي أعرف قوام الطين بالنسبة لتجربة الستاندرد بنتريشن تيست. التربة المتماسكة عموما يا جماعة بتتكون من حبيبات. الحبيبات دي ما نقدرش نشوفها بالعين المجرد، ما نقدرش نشوفها بالعين المجرد. لو احنا نفتكر زمان او في المحاضرة الاولى، الزمان قوي يعني، لما كنا بنتكلم في المحاضرة الاولى وقلنا ان احنا في عندنا انواع من الزلط الحرش، رمل متوسط، رمل زلط ناعم، وقلنا الرمل رمل حرش، رمل متوسط، رمل ناعم، كنا او اخر قطر وقفنا عنده هنا لو احنا نتذكر كنا بنقول حتى 6 من 100 ملي، حتى 6 من 100 ملي. وانا بشرح الارقام بتاعت الاقطار بتاعت الحبيبات بتاعت هذا النوع من التربة، وقفت بالرمل الناعم لحد 6 من 100 ملي. ما هو اقل من 6 من 100 ملي؟ دي تربة بتبقى تربة فاين تماما، وبيبقى فيها نوع من انواع التماسك، وهي دي اللي احنا ما نقدرش نشوفها بالعين المجرده، وبتصنف تحت اسم التربه المتماسكه. اذا اقطارها بتكون صغيره جدا، لو تربة العين المجرده النفاذيه فيها بتقل كتير عن النفاذيه في التربه الرمليه، ودي طبيعه الحال. ان حافظت على نفاذيه التربه، ان حافظت على معامل النفاذيه بتاع التربه وسمك التربه وما حصلش فيه تخلخل، هذه التربه بيبقى الهبوط فيها بطيء جدا، والاساسات طبقات التربه بتتعرض الى اجهادات، بتبدا يحصل هبوط ضعيف جدا جدا في هذه النوع من التربه، وبعد كده بيستقر وبيبقى ستيبل بعد فتره زمنيه معينه. إن اتكلمنا عن أنواع التربة اللي هي التربة المتماسكة، هنتكلم فيها عن أكتر من نوع. النوع الأولاني وهو تربة الطمي، اللي هو الطمي، الأبعاد بتاعته أو أقطاره هتتراوح من 6 من 100 ملي إلى 2 من 1000 ملي، ولذلك إحنا بنقول إن التربة دي ما بنشوفهاش بالعين المجردة. بالنسبة للتربة اللي هي الطميية أو الطمي، بتبقى فيها خاصية اللدونة منعدمة تماما، ما بقاش في عندي لدونة في هذا النوع. ان حصل ان التربة الطمية دي نشفت، لو احنا عايزين نحكم عليها في الطبيعة، ان خدتها في ايدك كده وفرقتها ولقيتها بتفرول بالبلدي كده، بتفرول بسرعة او بتتكسر في ايدك بسرعة، دي في حالة الجفاف، يبقى هي دي من نوع الطمي. طيب احنا عايزين نعرف مثلا، انا واقف في الموقع، الكلام ده اللي بنقوله بقى ده يعني ايه، دي حاجات فيلد، نتكلم عن حاجات موقع. انا شفت في الموقع تربة قدامي، انا مش عارف دي طين ولا عارف ان هي طمي، عايز احكم عليها وانا واقف في الموقع، علشان برضو انا يعني الكلام ده بيفرق قوي يا جماعه مع المهندس وهو واقف جوه الموقع بتاعه، بيمسك التربة في ايده كده يقول دي طمي، يمسك التربة في ايده دي طفله، يمسك التربة في ايده يقول دي طمي. الحكم ازاي احكم على دي طمي، ازاي احكم عليها طين، ازاي احكم عليها طفله، من مجرد ان انا امسكها بايدي. الكلام ده خبرات مواقع. فهنتكلم عن الطمي علشان نقدر نحدده بسرعه. الطمي عموما احنا قلنا التجربه الاولى ان هو لو الطمي ده كان عليه ميه نشف او سبته ينشف شويه وخدته في ايده وفرقته، هيبقى سهل جدا ان انا احوله الى حبيبات صغيره جدا. لو انا جبت هذه التربه وعملت منها زي ايه، زي نقول كده زي كوره صغيره، خليها ايه كوره صغيره، وهو يبقى عليه ميه، يعني عشان اقدر اشكله لازم يبقى مبلول او يبقى فيه ميه. ان حضراتكم حطيت يعني اكن بالظبط في كوره عندي او دايره عندي وانا حطيت ايدي تحتيها، يعني عايز بس اوضح معلش، افترض ان انا مثلا ايدي اهي، دي ايدي، معلش يعني هي ايدي على شكل خط مستقيم يعني. عموما هاخد انا التربه دي واعملها زي ايه، كوره كده، كوره على ايدي، واخدين بال حضراتكم؟ دي عباره عن التربه انا عملتها زي كوره كده، كوره، وطبعا دي ايه مبلله. ان مثلا خدت الكوره دي على ايدي كده وخليت ايدي تروح وتيجي تروح وتيجي، يعني بخلي الكوره دي تتحرك كده وتتحرك كده على ايدي وانا واقف، بلاقي ان الميه اللي مختلطه بهذه العينه من التربه بتظهر على السطح، بحس ان انا في كان بالظبط واحد بيعرق، يعني بيبقى فيه الميه يعني. يبقى ان مع الحركه السريعه على ايدي يعني بحطها على ظهر ايدي وبحرك ايدي يمين وشمال كده على طول، اللي قدام والورا واللي قدام والورا، الكره دي اكيد بتتحرك عكسي
واخدين بال حضراتكم؟ فهنبص نلاقي ان في قطرات ميه بدات تتكون على السطح الخارجي. ان حصل ورحت جاي بصابع واحد مثلا ورحت جاي ضغط عليها كده، ضغط على الحته دي مثلا، هبص الاقي الميه بتختفي مكان ما بضغط، مكان ما بضغط بايدي الميه دي بتختفي. دي نقطه. النقطه الثانيه، وانا بعمل الكوره دي، يعني انا عندي شويه عفوا تراب في ايدي، التراب ده مش عارف طمي ولا طين ولا ايه، حطيت عليه شويه ميه ورحت جاي مشكله بايدي. طبعا انا هشكله بايدي عشان اعمل كوره، اما افرد ايدي مش هلاقي فيه اثر مش هلاقي فيه اثر كبير يعني المفروض ان انا ايدي زي ما يقولوا هتتعص بقى من الطين اللي موجود ده، مش هلاقي على ايدي اثار ملحوظه قوي من هذه التربه. كده انا اقدر احكم على التربه دي انها طمي، ان التربه دي طمي. وغالبا ان احنا بنجد ان هذا الطمي في الطبيعه يا جماعه بيبقى مختلط معاه نسبه من الرمل. كده انا عرفت الطمي وعرفت ازاي احدد نوعه. بالنسبه لي الطفله، الطفله بتبقى قريبه خالص من الطمي، وده بيبقى برده متواجد وممزوج معاه نسبه من الرمل، وبيبقى احيانا بيبقى عليه نسبه من المواد الجيريه، وده بيبقى شويه شديد التماسك، شويه عن مين؟ عن الطمي، بيبقى شديد التماسك عن الطمي، ولكن في حال الجفاف برضه بيبقى سريع التفتت زيه زي الطمي. فنبقى يعني مركزين شويه واحنا بنفرق ما بين الاثنين دول فين في الموقع. علشان افرق الطمي عن الطفل في الموقع يبقى هنعمل تجربه الكوره اللي احنا كنا بنحكي عليها من شويه. طيب نتكلم على الطين. يبقى انا كده قدرت دول في الموقع يا جماعه، وانا واقف بعمل تحديد او بقدر احكم على نوع التربه وانا واقف. هنا خبرات مطلوبه جدا للمهندس، مش هقول للمنفذ بس، للمنفذ والمصمم. والمصمم يعني انا ممكن اروح قبل ما بتاع الجسات يجيني ويقول لي الارض دي طين، انا عارف انها طين. قبل ما يقول لي انها طمي انا عارف انها طمي. قبل ما يقول لي طين رغوي انا عارف انها طين رغوي. نبدا نتكلم على التربه الطينيه، واعذروني ان كنت باسهب في شرح هذه النقط، لان النقط ديت قلما انك تعثروا عليها في كتب. وفي شكر واجب عليا لازم اؤديه لاساتذتنا الكبار من مراجعهم ومن كتبهم الانسان اثقل معلوماته. وطبعا اساتذتنا الدكتور مشهور غنام، الدكتور عبد الرحمن مجاهد، الدكتور قريش، وتقريبا انا بقى يعني عشان اقول كل واحد جامعته ايه هيبقى صعب عليا شويه، بس انا الدكتور قريش جامعه اسكندريه، الدكتور مشهور اظن جامعه القاهره، الدكتور عبد الرحمن مجاهد وهو استاذ من افزاز واعلام نقابه المهندسين، وده اظن انه يعني طلع معاش او حاجه، بس هو ده كان رئيس قسم الهندسه الانشائيه في جامعة أسيوط، وهو من العلماء الأفزاز جدا. وفي طبعا الدكتور اللهم صل على النبي، والله أنا عايز أدي كل إنسان حقه، لأن الناس دي هي اللي وفرت المراجع اللي منها اللي زيي وغيري 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 بيكونوا الداتا أو المعلومات بتاعتهم أو الاكسبيرينس بتاعتهم بياخدها من هؤلاء الأساتذة. كل الشكر ليهم، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتهم، زي ما احنا بناخد ربنا بيجازينا خير على اللي احنا بنعمله النهارده، برضو الناس دي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم، لان هو اعلم وادرى بمن ارسى هذا العلم، وانا قريت هذا العلم وبنشر هذا العلم. فكل الفضل لله المولى عز وجل اولا واخيرا، ثم لهؤلاء العلماء الافزاز الكرام. ربنا يا رب يا رب يطول عمر اللي موجود منهم ويرحم اللي مات منهم، اللهم امين. نتكلم عن التربه الطينيه. معلش يا جماعه انا انفعلت، بس هو العرفان بالجميل واجب على كل انسان. ان شاء الله باذن الله كده احنا عرفنا نفرق الطمي والطفل. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا في شرح التربة الطينية، ونعرف ازاي نحكم على التربة الطينية انفيل في الموقع، ونعرف ازاي نحدد الضغط المحاط اللي احنا كنا بندردش عليه من شوية، ونفهم شوية ايه معنى هذا الكلام، وازاي احدد
التربه دي طينيه او لينه ازاي وانا واقف في الموقع برضه؟ يعني انا كده حكمت على التربه دي من خلال نتائج الاختبار. لا طب ده انا عايز وانا واقف بعد اذنكم بقى في الموقع اقول والله لا دي تربه لينه، طين لين، ده طين متوسط التماسك، ده طين مش عارف ايه، عايز احكم على الكلام ده وانا واقف في الموقع قبل ما النتائج بتاعه المعمل تجيني. انا مش بضرب بالنتائج عرض الحائط، انما خبرات تكتسب في تعريف الانواع المختلفه للتربه، لان دي من اهم المحاضرات نقول العمليه والنظريه اللي احنا بنشرحها في الاساسات، لان كل مهندس يقدر بسهوله عنده قاعده منفصله يجيب كتاب فيه قاعده منفصله ويقراه. كل اللي احنا بنعمله هو استزاده من الشرح وتذكير بمعلومات فقط لا غير، نحن لا نضيف معلومه، لان ربنا يا رب يكرم كل المهندسين، كلنا بنجتهد وكلنا بنحاول نوصل للأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.